وصعب إخراجه، جعل الله عز وجل جزاء لمن يخرج هذا المال أن جعل له بابا في الجنة من أبواب الجنة الثمانية، باب يسمى باب إيش؟ الصدقة، لا يدخل منه إلا إيش؟ المتصدقون. المتصدقون. إذا ليش ما نتصدق؟ خلاص حنا الآن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى المال يا إخوة عزيز على النفس، عزيز على النفس، ولذا سماه الله عز وجل قرضا. الله محتاج لنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فلذلك يا إخواني لازم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بيقين بأن ما عند الله خير وأبقى من هذه الدنيا الفاني. والله لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. أنا والله جهزت أبيات جميلة. يا سلام من كتاباتك. يعني ترى عندك كتابات جميلة. يعني أتذوق الشعراء ولست بشاعر، لكني أحبكم أيها الشعراء، وعلى قولتهم لا يفتى مالك في المدينة. أنا أتحدث بين شعراء وجهابذة يا أبو غلا. فيكم الخير جميعا. فأقول لكل واحد منكم، لهؤلاء المتسابقين ولأبو غلا ولأخونا أهلي، أقول لكم إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدان الدواوين. أنت الحبيب، أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شراييني كل اشتياق، وروحي فيك ضامئة يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. نعم هذا لكل واحد منكم أهدي هذه الأبيات. يا سلام يا سلام. الله يرضى الله وجهك شيخنا. آمين. أن دائما تمتعنا بهذيات الجميلة. أي والله سباق. الأخت لين تورع بنية فيصل بن طلال وجمهوره ولكل شخص.